بسم الله الرحمن الرحيم، وجدد الترحيب بحضراتكم. شكرا لزميلي حمد بن طويرش الوهيبي، شكرا لكل الزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق على الأشواط الماضية. على بركة الله نسير، وعلى بركة الله نندفع وننطلق. أيها المتابعون، أيها المستمعون الكرام، هذا هو الشوط العاشر للقاية الأبكار المحليات. أتابع هذه الأسماء، أتابع هذه الشعارات. مقدمة الشوط وأول الأسماء، وداد على المركز الأول، محمد بن سرحان بن حمد الدرعي على أول التحديات، بينما أتابع ثاني المراكز في هذه اللحظات التي جاوزت إلى صدارة هذا الشوط. أتابع انطلاقة الزود، وصل شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، بينما ثاني التحديات أتابع انطلاقة صوغة ووصول صوغة علي بن محمد بن سالمين المزروعي على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز أتابع وداد على المركز الثالث محمد بن سرحان بن حمد الدرعي، بينما رابع التحديات أتابع هذا الانطلاق ووصول حفلة على المركز الرابع بشعار بخيت بن محمد بن راشد بالسم المنصوري. وصل ابن المستحيل لينطلق في هذه اللحظات، بينما خامس التحديات أتابع الاسم المنطلق والواصل في هذه اللحظات. انطلقت الهدة، عوض بن الصغير بن عنوده العامري. هذه الأسماء وهذه الشعارات، ليتحول من جديد إلى المركز الأول. أتابع هذا الانطلاق، أتابع هذه المقدمة. صوغة إذن على الصدارة، علي بن محمد بن سالمين المزروعي يتقدم، هذه الجموع الكبيرة يتقدم، هذه الأعداد الهائلة هنا في هذا الشوط. 81 اسم مشاركا في هذه الأشواط على أرضية عاصمة الميادين. الأعداد الكبيرة والشعارات الجميلة التي تزين أرضية الميدان. أتابع هذا الشعار الذي تجاوز المراكز مركزا تلو مركز حتى وصل إلى ثاني المراكز. هنا انطلاقتي ووصول الشاهينية محمد بن البحري بن نوبي العامري. وأتابع هنالك أيضا من جاوزت على المركز الثاني، عالية مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، وتسلل هنا في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز. أتابع حفلة أيضا متواجدة في هذه اللحظات، أو هنالك الهدى، عوض بالصغير بن عنودة العامري كذلك. أتابع الاسم الواصل، أتابع الاسم المنطلق، وصل رجل المفاجآت ليقدم لنا ضجة، مبارك بن محمد بن نصره العامري، وصل ليقدم لنا ضجيج هذا الشعار المتواصل للمنافسين. ولكن شعار بن عويضان وصل مع أسباب محمد بن سهيل بن عويضان العامري. أتابع أيضا الوصول، أتابع الانطلاق في هذه اللحظات من الحذرة، سالم بن راشد بن علي الكاسبي. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى عالية 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 في الموقع العالي في المكان العالي. الطنيجي على المقدمة، الطنيجي على الصدارة، منطلقا بهذا الأداء، مندفعا بهذا المستوى. عالية 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 مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، ولا
ولكن أتابع في هذه اللحظات الوصول والانطلاق من نياشين، ولكن أتابع ضجة. وصل بالنصرة، وصل رجل المفاجآت لينطلق في هذه اللحظات، ولكن أتابع نياشين حمدان بن حمد بن سالم. الدرعي قدم لنا نياشين دائما في مرمى المنافسين، ولكن ضجة وعالية وضجة. يا سلامي عليك يا الخيال يا الطناجي مع عالية على المركز الثاني. أتابع الأسماء، أتابع شعار بالنصرة، بدأوا ينطلقون يغازلون هذه الهواية المحببة. ولكن أصل المجازف راح يا المجازف، أصل بن زيتون ليقدم لنا سمحة، عتيق بن محمد بن زيتون المهاري. ولكن أبناء القوع مع نياشين أبناء المصانع الجنوبية، إبداع وأي إبداع، إمتاع وأي إمتاع مع نياشين مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك نياشين حمدان بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الثاني، ثاني التحديات كان الوصول من سمحة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وثالث المراكز وصلت على ثالث المراكز في هذه اللحظات. هنا انطلاقة الشاهنية محمد بن بحري بن نوبي العامري ورابع المراكز. هنا رابع المراكز كان الوصول والانطلاق من ضجة مبارك بن محمد بن نصر العامري، وخامس المراكز عند لجنة الخط والتحكيم والتوقيت الزمني مع نياشين حمدان الدرعي، والتوقيت كان 7:37. جزءا واحدا من الثانية بين ثاني مراكز. أتابع وصول سمحة على المركز الثاني، شعار عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، والتوقيت أو هنالك. نعم، إذا نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. المركز الثاني كان ما بين سمحة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وكذلك كان هنالك شعار بن نوبي أيضا على المركز الثالث مع الشاهنية، أو عفوا مع المركز الثاني، نعم محمد البحري بن نوبي العامري. ونحيل هذا المركز إلى لجنة الخط والتحكيم. 7:38 بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.